راني نترجاك وليدي حرموني منك ودوك ليا وليدي وليدي راه حرموني منك وليدي راه حرموني من شوفتك وحرموني من دخلتك وحمر راني نتسنى فيك وليدي تعيط ليا راه طولتي الغيبه عليا وليدي راه حرموني منك وليدي ما نسمحش لي دنيا واخيره دنيا واخيره حرموني من وليدي وليدي بقى فيا ولدي 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 بقى فيا حرموني من ولدي لا سماح ليهم لا سماح ليهم ما نسمحش ليهم كي حرموني من كبدتي واش هو ليا كبدتي واش هو ليا كبدتي لا سماح ليهم لا سماح ليهم لا سماح ليهم عليهم مشاهدي الواجهه احنا الان متواجدين بيت هذه الام اللي تعرض الابن ديالها لجريمه قتل هذه شهر هذه وهي اتصلت بنا على اساس ان رغم المجهودات اللي داروا اتصال برجال الامن وباقي لحد الساعه ياك الوالده باقيه ما تجاوها كيفاش وقعت الجريمه في الاول؟ انا ولدي ضعت فيه ولدي الاخر جاي من الجامع مصلي وجاي وهو صلى وداز دخل الكراج ديالهم من اللي دخل الكراج ديالهم دخلوا عليه الاخر ضربوه للراس دار سبعات الغرزات في راسه جنا غندو نخيطوا ليه دخلوا ليه ثلاثه لولدي الكراج الاخر وهاد الناس هادو كيعرفوا ولدك ولا ما كيعرفهم ما كيدريهم ما بينو وبينهم حتى شي حاجه شنو هو سبب النزاع بيناتهم اين يمكن جايين على شي وحده كان صاحب معاها شي بنت مصاحب معاها هذاك اللي خينا جاي حدا دار جدها كيدير في بغى يبين بطال حنا ما كنعرفوه ما عندنا مع الباروش ها ما عندنا معاه هو ما عندنا مع حتى واحد ما كيعرفوا ولادي ملي جا عندك الوحده شنو واش ولدك ما تقبلش ولا شنو لا ما دوا معاه ما كلمه جاي طالع حنت دابا باب جداها على باب جدانا على باب دارنا ولدي جاي طالع مع الباب الاخر نزل عليه بالجنوي داك السيف نزل عليه بالسيف راسو كيعيط لاختو كيقول لها جري راه ضربوني راه ضربوني راه ضربوني راه ضربوني جنا حنا الدري غنديو نخيطوا ليه راسو ولدي دخل الكراج ياخذ سوار ديال الطوموبيل دخلتو عليه ثلاثة ضربتو حتى لقينا لقينا الدري طايح في الكراج ما عقلش مشى هذيك هي غيبوبته صافي ما بقاش هضر ماشي مات في البلاصة لا ما ماتش في البلاصة دينا الكلينيك خسرت عليه خسرت عليه 12 مليون اللي خلص كان كوما ديك الساعة كان كوما من نهار الساعة اللي ضرب ما حل عينيه ما دوا ما تكلم ما حتى شي حاجة حتى شي حاجة ما شفتها من ولدي وانا ضيعوني في ولدي ما نسمحش ليا شحال بقى في كلينيك كوما نعس سبع ايام وقيلة ياك سبع ايام 13 يوم 13 يوم باش هو نعس فيه كذا 13 يوم 13 يوم هو معاكم هو ما دوانا ما كلمنا ما يهضر ما يتكلم ما حتى حاجه في غيبوبه كيهزيناه من الكراج في غيبوبه بقى في غيبوبه حتى مشى عند الله وفي هذيك 13 يوم اتصلتوا بالامن اتصلنا بالامن هذيك الليله في الليل مشاو شافوه تما مشاو شافوه اربع خطرات ياسين اللي كيمشي البوليسي ياسين ولقاو عليه القبض ولا لا ما لقاو عليه حتى قبض ملي كنمشي عندهم الكوميساريه كيقول لي وهم غابرين ما كاينينش مين غنجيبوهم شحال هما من واحد شحال من واحد هما اللي جاو 14 واحد جايين دايرين السيوفة عصابة ملتمين عصابة ما كنعرفوهم ما كندريوهم ما عندنا بهم خلطة ما دايرين معاهم عداوة ما دايرين 14 واحد كلهم ضربوا ولدك لا ما ضربوش جاروين ثلاثة هما اللي داخلين ثلاثة ولا أربعة هما اللي دخلوا عليا الكراج حتى أنا ما شفتوش علاش ثلاثة عرفتيهم عرفتهم معروفين عندي تصاورهم عندي نمرة لادريسة ديال ديورهم عندي كل شيء عندي والأمن زودتي بهذ المعطيات كل شيء عطيتو لهم عطيتهم سمياتهم عطيتهم كنياتهم عطيتهم كل شيء علاش دابا شهر ما داروا معايا حتى شي حاجة شهر دابا شهر باش مات بنتي دابا شهر باش دفنت ولدي أنا شهر باش دفنته ما داروا معايا حتى شي حاجة ما دار معايا الأمن حتى شي حاجة ولكن أش كيقولوا لك أش كيقول لي وما لقيناهمش ما لقيناهمش ما عرفناهمش مغامرين والديهم عارفينهم والديهم عارفينهم باش مهربينهم كيراقبوهم واش كيجيو لديورهم ما عرفتهمش انايا ما عرفتش هذا الشيء بغيت نعرف علاش هذا الامن ما دار معايا حتى شي حاجه علاش كنمشي عندهم كيقول لي وما عندنا ما نديروا لي مراها كاين ها كاين ها كاين ها كاين ها كاين صافي وكيعطوني وانا بجرحتي ولدي انا بغيت ولدي ما بغيت حتى شي حاجه انا بغيت ولدي انا بغيت ولدي انا بغيت ولدي حرموني منه ولدي ما عيش هنا ولدي عيش برا ولدي كيعيش برا ما عيش هنا راه يلاه جا ليله العيد جا ولدي جا ليله العيد
عايش برا هو ياك؟ عايش برا ما كاينش هنا، ها الباسبور ديالو ها وراقي ها كلشي عايش برا، كيمشي عند بنات خالته عمته في السويد كيمشي، ما خلات حتى بلاد وما كيمشي لها، ما باركش معاهم هنايا باش غادي يهز معاهم العداوه ولا يهز معاهم شي حاجه ولا يجمع معاهم ولا ما كيجمع مع حد ما كيهضر معاهم. سمعتي الوالده واخا كنكثر عليك الاسئله، بالنسبه لهاد الثلاثه اللي انتم كتهموا بان قتلوا ولدكم، واش عندكم شي معطيات عليهم انهم كيدوروا هنا في الحومه؟ قالوا لينا كيدوروا، قالوا لينا هذا اللي ضرب ولدي كيدور في الحومه، كيدور هنا، كيدور داير كاسكيطه وداير كشكول على وجهه، وداز من هنا ولقى الناس وكيتحلف على واحد الدري اخر ماشي ولدي انا، ولد الدرب. وهادشي كتبلغي الشرطه؟ ما كيديروا معايا حتى شي حاجه، واخا ندي لهم اللي ديت لهم، ديت لهم تصور، ديت لهم اوراقي، ديت لهم كلشي، ما داروا معايا الشرطه، ما دارت معايا حتى شي حاجه، والو شي حاجه ما دارتها معايا على ولدي، وانا ماشي نضيع في ولدي، ما نضيعش في ولدي، ثاني اللي يديو على واحد باش انا كبدتي باش انا نبرد. وراه دابا شنو هو الرساله اللي كتبغي توجهها؟ انا كنبغي نوجهها الحموشي الله يرحم ليه الوالدين والله يعطيه صحيحته، يشوف هاد النداء ويديرني ويرحمني، هادشي اللي كنطلب منه، والله يجعل الله يخلي محمد السادس لينا، هادشي اللي كنطلبه، الله يخلي محمد السادس لينا، انا كنطلبه يدير معايا هادشي، هادشي اللي كنطلب انا منه، هادشي اللي كنطلب منه، ما بغيت انا حتى حاجه، انا ولدي مشى باقيش غنردوا لي ولدي، ما باقاش غادي يرجع لي ولدي، ولدي مشى انا ولدي ما بقاش غادي يرد. المهم يفعل الله خير. الحمد لله. نقولها لك صريح العبارة، حتى لو تنازل الأسرة ديالو عن حقها، حنا كأولاد دربهم، حنا كأصدقاء ديالو، حنا كخوتو، حنا ما غنتنازلوش. هادشي راه حشومة وعار، عار وحشومة. هذا انتقام من سائق سيارة الأجرة من صنف كبير، حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطية، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم أنتم مسؤولية كصحابة باش الرأي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف أش كيوقع. مع المواطن على الواجهة.